السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث بانسيابية عالية. قيادات الجيش تتفقد الأبطال في جبهات العزة والكرامة وتشيد بمعنوياتهم العالية. اليمنيون يقضون إجازة العيد بجوار سد مأرب وفي أرياف تعز الخضراء. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت أول أيام التشريق وبدأوا في رمي الجمرات الثلاث بعد أن تحللوا من إحرامهم، حيث رموا جمرة العقبة وهي الوحيدة التي يرمونها يوم عيد الأضحى المبارك تأسيا بالسنة النبوية، فيما أدى عدد منهم طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يؤدي السعي منهم، وأدوا نسكهم بالتهليل والتكبير وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج في مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية. ورصدت عدسات المصورين التزاما لافتا من حجاج بيت الله الحرام بالإجراءات الوقائية المصاحبة لبروتوكولات الحج الاستثنائية لهذا العام، فيما أكدت وزارة الصحة خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس كورونا في ثالث أيام الحج وفي أيام التشريق بمشعر منى التي توافق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. سيجري تسكين الحجاج في أبراج منى، أما رمي الجمرات فيتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات حيث يتوجهون لمنشآت الجمرات بعد صلاة الفجر وفق جدول تفويج يفصل بين كل مجموعة وأخرى 10 دقائق عبر مسارات محددة، فيما يقوم الحجاج بطواف الإفاضة عبر حافلات الذهاب إلى المسجد الحرام على أن تكون 5 حافلات بحسب جدول زمني ترافقها دورية مرور، وبعد طواف الإفاضة يعود الحجاج إلى مكان إقامتهم في مشعر منى وفق جدول تفويج محدد، ويجري تفويجهم إلى منشأة الجمرات بنفس الآلية طيلة أيام التشريق بالتنسيق مع الأمن العام، فيما يتم تكليف فرق إشراف تعمل على مدار الساعة مهمتها المراقبة والمتابعة والتنسيق الميداني. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد الجمعة أن إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن من آثار الوباء، وأن الحج هذا العام أوجب على الأجهزة الرسمية جهودا مضاعفة، مشيدا بجنود الوطن الذين قدموا ويقدمون أنفسهم فداء للوطن. وقدمت وزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج بيت الله الحرام حصوات رمي الجمرات بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة. رافق تلك الخطط خطط صحية، منها إجراءات وقائية للعاملين قبل مباشرة الأعمال سواء من المناطق بإجراء المسحات الطبية والتأكد من سلامة المنسوبين أو بإجراءات الفحص البصري داخل مقر العمل قبل النزول للميدان. مما لمسنا يوم أمس ولله الحمد رضا الحجاج عما قدم، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظن الحجاج وحسن ظن ولاة الأمر به. الله أكبر. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نائف الحجرة حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي،
ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها. وهنأ الحاج رف رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في اتصال هاتفي اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالثقة التي نالها من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لتشكيل الحكومة الجديدة والدور المعول على حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ورئيسها في توحيد الصف الوطني اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، مثمنا الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في التوصل إلى آلية لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض. بدوره عبر الدكتور معين عبد الملك عن تقديره لهذه المشاعر النبيلة التي أبداها أمين عام مجلس التعاون، لافتا إلى جسامة التحديات الماثلة أمام الحكومة الجديدة والإرادة السياسية القوية بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتجاوزها وتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار والسلام الذي ينشده، ومنوها بالجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية للحفاظ على هويتها العربية وإجهاض المشروع الإيراني الفارسي عبر وكلائه من ميليشيا الحوثية الانقلابية. وأكد رئيس الوزراء حرص الجميع على المضي في تنفيذ الآلية المتوافق عليها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والبدء فعليا بذلك من خلال تكليف رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، تمهيدا للانتقال للخطوات اللاحقة وفق الجدول الزمني المحدد. في صباح عيد الأضحى المبارك زارت كاميرا سهيل أبطال الجيش الوطني المرابطين على جبهة صرواح غرب مأرب، ورصدت المعنويات القتالية العالية والإرادة الحديدية للمقاتلين الذين يرابطون في مواقع الشرف والبطولة. من بين جبال صرواح عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. صباح يوم عيد الأضحى المبارك هنا في جبهة صرواح، سألتقي برئيس عمليات جبهة صرواح العقيد ناجي كريشان ليحدثنا عن معنويات الأبطال في صباح يوم عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم يا فندم. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. نسمع الأزيز الرصاص هنا ونحن في واحدة من المواقع ومن خطوط النار بجبهة صرواح التي طالما كانت أرضا لمعارك الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نهنئ شعبنا اليمني وقيادتنا السياسية ونهنئ المقاتلين في خطوط التماس مع العدو، خطوط الشرف والبطولة والتخندق في هذا المواقع أمام الأعداء ليصدوا كل غازي يحاول أن يمس بتربة الوطن وأرضه وعرضه وكرامته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وسأترك الحديث أيضا هذا للفندم أحمد ليحدثنا عن معنويات الأبطال صباح يوم الأضحى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بأبطال الكلمة والصورة الذين يشاركون دائما في الخطوط الأمامية لنقل الحقيقة الإعلامية إلى كل من يرى ويسمع بطولات المجاهدين في كل المهمات القتالية. ونحن هنا قررنا أن تكون أعيادنا جبهاتنا حقيقة وفعلا على الواقع، ونطمن الجميع بأن معنويات الأبطال في هذه في جبهة صرواح معنويات عالية جدا ومستواهم القتالي مستوى متميز. ونحن هنا في الخطوط الأمامية في مواجهة العدو، وبإذن الله تعالى يكون النصر والحسم قريب بإذن الله تعالى. أيضا سأترك المجال هنا ليتحدث أبطال الجيش الوطني المرابطون هنا في أحد المتارس. السلام يا فندم. سلام. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. علينا وعليكم كل عام وأنتم بخير. أخبارك؟ والله أخبار خير وعزة ونصر وتمكين بإذن الله. كيف المعنويات وكيف الجبهة صباحا؟ والله المعنويات عالية تنادي الأصحاب وأعيادنا جبهتنا، وكل عام والجميع بألف ألف خير، وإن شاء الله من نصر إلى نصر وعدونا مدحور. ونقولها من هذه المواقع مواقع الذود والشرف، نقولها صريحة
نحن أحفاد الزبيري أننحي لطاغية جبهة، فمن هو؟ ما أصله؟ من أبوه؟ ونقولها مدوية، نحن أحفاد الأنصار، إنا صبر في الحرب وصدق عند اللقاء. نحن أحفاد ثوار 26 سبتمبر، ونحن أحفاد الحضارة السبائية. وأقول أخيرا، يا أيها الكاتب على التاريخ سجل وقفتي، سجل بأن الفرس ما يوما حنت له جبهتي، وبأن أصوات المدافع والرصاص من جعبتي أوتار تعزف لحن سبتمبر بداية ثورتي. معنويات عالية وعيد برائحة البارود وبرائحة الرصاص هنا وعلى مشارف عاصمة التاريخ مدينة صرواح. عيد المبارك وكل عام وأنتم بخير. عبد الإله البوري. دعا محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصف ولم الشمل والوقوف صفا واحدا بجانب أبطال الجيش الوطني الذين يذودون عن حياض الجمهورية والوطن. وناشد اللواء سلطان العرادة في كلمة مقتضبة له يوم أمس عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، ناشد السياسيين والإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي والمثقفين إلى توحيد الكلمة من أجل استعادة الدولة وإيقاف المكايدات والمناكفات، كما دعا إلى مصلحة وطنية إلى مصالحة وطنية بين كل مكونات الشعب لما فيه مصلحة الوطن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي. وأكد اللواء العرادة بأن مشروع الجمهورية سينتصر وبأن علم اليمن سيرفرف في كل ربوع اليمن في القريب العاجل بإذن الله. وبارك اللواء العرادة ما توصلت إليه القيادة السياسية البدء في تنفيذ اتفاق الرياض والذي يعتبر خطوة في طريق وحدة الصف، وشكر قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية التي بذلت جهودا كبيرة واستطاعت أن تمضي بهذا الاتفاق قدما. تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز تفقد أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية في محافظة الجوف، حيث كان في استقباله اللواء الركن أمين بن علي الوائلي القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة. وهنأ الفريق بن عزيز المقاتلين الأبطال بعيد الأضحى المبارك ونقل لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. واطلع الفريق بن عزيز خلال الزيارة على مسرح العمليات القتالية وأحوال المقاتلين وما يسطرونه من ملاحم بطولية ضد ميليشيا الحوثية الكهنوتية المدعومة من إيران. وأشاد الفريق بن عزيز بالانتصارات المتوالية التي حققها ويحققها الأبطال في مختلف الجبهات، مشيدا بمستوى الجاهزية والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها، مجددا التأكيد على مواصلة السير في طريق الكفاح والنضال بكل تفان وإخلاص وصولا إلى تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد. كما زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز مقر قيادة التحالف العربي بمحافظة مأرب، حيث كان في استقباله قائد قوات التحالف بمأرب اللواء الركن يوسف خير الله الشهراني. وثمن رئيس هيئة الأركان الدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم للشرعية والقوات المسلحة في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد. من جهته أكد قائد قوات التحالف بمحافظة مأرب استمرار تحالف دعم الشرعية في إسناد المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة حتى تحقيق الأهداف المنشودة ودحر الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا. تفقد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران عددا من الوحدات العسكرية المرابطة في جبهات نهم شرق صنعاء، واطلع على سير العمليات القتالية مع ميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران. وهنأ جبران أبطال الجيش بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني النصر والتمكين على عصابة الإجرام الحوثية، وأشاد بتضحيات وبطولات المقاتلين الذين يقفون بثبات وعزم وإصرار في مواقع وميادين الشرف دفاعا عن الثورة والجمهورية ويبذلون أرواحهم رخيصة فداء للوطن،
وأشار قائد المنطقة إلى أن الشعب اليمني يتوق إلى استعادة حريته وكرامته ويعول على قواته المسلحة رفع الظلم والمعاناة التي فرضتها الميليشيا العابثة خدمة لمخططات تخريبية وأطماع خارجية وأفكار وشعارات دخيلة على الشعب اليمني. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أتشرف في هذا اليوم المبارك في يوم العيد الأضحى المبارك أن أنقل تحيات قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، ونائبة المشير الركن الفريق الركن عبد علي محسن صالح الأحمر، ودولة رئاسة الوزراء ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع، إلى المقاتلين الأبطال في جميع قطاعات جبهة المنطقة السابعة، ونهنيهم بهذه المناسبة الطيبة، ونقول لهم نشد على أيديكم للثبات في المواقع والثبات أمام العدو والنصر إن شاء الله والتقدم إلى الأهداف المطلوبة والمحددة من قبل القيادة السياسية. وأيضا يشرفني أيضا أن أكون في زيارة شعبة الاستخبارات والتقي بأبطالها وأحد جرحاها الأبطال الذين قدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة من أجل عزة الوطن وكرامته وعزة المواطن وكرامته. أتمنى للجميع التوفيق، ونسأل الله أن يجمعنا على خير بإذن الله في صنعاء، كلنا الجرحانا مع معاقينا مع أسر شهدانا مع الأصحاء والما يكونوا النصر على أيديهم بإذن الله. قام وفد من وجهاء أبناء محافظة الحديدة بزيارة تفقدية للواء الثالث مشاة المرابط في جبهة صرواح بمحافظة مأرب في إطار زيارتهم للمقاتلين من أبناء الحديدة في مختلف جبهات النضال. وسير أبناء تهامة قافلة غذائية وهدايا عيدية للواء الثالث، وتعد هذه الزيارة العيدية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهات البطولة والنضال وتناول حلوى العيد معهم لمشاركتهم أفراح العيد. وأكد وفد من أبناء الحديدة أن الهدف من الزيارة هو التأكيد على المضي قدما مع أبطال الجيش الوطني في مواجهة الميليشيا الانقلابية حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. استشهد جندي وجرح آخرون بينهم مدنيون اليوم السبت بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز. ونقل مراسلنا في تعز عن مصدر أمني أن جنديا استشهد وجرح ستة آخرون بينهم مدنيون بانفجار عبوة ناسفة في أحد الأطقم العسكرية بالقرب من قيادة المحور. وأشار المصدر الأمني إلى تضرر عدد من سيارات المواطنين المتواجدة بالقرب من مكان الحادث، وقد قامت الأجهزة الأمنية بالنزول إلى مكان الحادث وباشرت بالتحقيق في الجريمة. زار قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل اليوم السبت أبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهات القتال لليوم الثاني على التوالي من عيد الأضحى المبارك. وتفقد اللواء فاضل وضع أبطال الجيش الوطني في بعض القطاعات العسكرية وقدم لهم تهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وحث اللواء خالد فاضل الجنود على اليقظة والحذر مثمنا صمودهم ورباطهم وروحهم المعنوية العالية. وشدد قائد محور تعز على الاستعداد القتالي العالي وضرورة المراقبة الدائمة للعدو المتمثل بميليشيا الحوثية الانقلابية. وشكر اللواء فاضل القادة والضباط والصف والجنود على صمودهم وتواجدهم بمواقعهم في أيام العيد. من جهتهم شكر المقاتلون قائد المحور على زيارته لهم مجددين العهد بالثبات والصمود حتى استكمال معركة التحرير واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. سلبت ميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا فرحة العيد من المواطنين جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة، حيث أغلقت الميليشيا منافذ قرية ضمي الخاضعة لسيطرتها. وأكدت المصادر أن الميليشيا فرضت حصارا خانقا على القرية بقطع الطريق الترابية ومنعت المواطنين من الزيارات العائلية.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية فتحت نيران معدلاتها الرشاشة من مناطق سيطرتها على الأحياء السكنية وسط مركز مدينة حيث. وفي منطقة الجبلية ضيقت ميليشيا الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتة. تفقدت قيادة التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز الجرحى المعاقين من أبطال الجيش الوطني، وأشادت قيادة الإصلاح بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الجيش، مشددين على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها في تقديم كافة الدعم للجرحى. قيادة التجمع اليمني للإصلاح بتعز في ثاني أيام العيد تزور عددا من جرحى القطاع الثاني للواء 22 باعتبار الزيارة العيدية واجبا لهم من قبل الحاضنات الشعبية ومؤيدي الجيش الوطني. هؤلاء الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجسادهم من أرواحهم من دمائهم، فهم في الحقيقة أننا لن نستطيع أن نعطيهم حقهم ولن نستطيع أن نكافئهم بما قدموه، فقد قدموا أغلى ما يملكون، ولكن نحن سنبذل ما نستطيع في علاجهم، في متابعة أمورهم، في توفير الأشياء الممكنة لهم. لا يستطيع أحد أن يجازي هؤلاء جزاء ما قدموا، ولم يندموا يوما على التضحيات، معتبرين ذلك واجبا عليهم تجاه وطنهم ومحافظتهم. عدد الجرحى طبعا منذ بداية الحرب أكثر من 900 جريح، الأغلب طبعا الجرحى قد تعافوا يعني والحمد لله، بقى معنا بعض الجرحى المعاقين وبعض الجرحى اللي تحت الشفاء ما زالوا، عددهم يتجاوز 300 جريح. الواجب اليوم على الحكومة أن تنظر إلى هؤلاء الجرحى بأنهم سبب بقائها وأنهم سبب وجودها، ولا بد أن يعلموا بأن تضحيات هؤلاء كانت هي سبب وجودهم ووصولهم إلى هذه إلى 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 هذه الحكومة. يكون من المعيب على الحكومة أن تصل إلى درجة أن تهمل هذه الشريحة. هذه الشريحة هي وصمة عار في وجه الحكومة، وأقولها بصراحة بأنه إهمال هذه الشريحة يظل وصمة عار كبير جدا في وجه الحكومة إذا لم تتدارك إصلاح ما تم إهماله من قبل. يظل الجرحى تاج على رؤوس كل الأحرار، وواجبنا الاهتمام بهم وبعلاجهم وتوفير متطلبات الحياة لهم ليعيشوا بكرامة، فلولا هؤلاء لفقدت البلاد عزتها وكرامتها وشرعيتها. هذا ووجه الجرحى المعاقون رسائل عيدية إلى أبناء الشعب اليمني وزملائهم في جبهات النضال، مؤكدين أن جراحهم لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا على دعم استكمال عملية التحرير. أبناء الشعب اليمني العظيم مناسبة العيد الأضحى المبارك، وهنئ إخواني المجاهدين في الجبهات، قل لهم كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. هنئ الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى، وهنئ الجيش الوطني والمجاهدين في الجبهات جميعا، وهنئ أصحابنا وأحبابنا وأخوانا الجرحى، ندعي لهم بالشفاء العاجل إن شاء الله. نهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، ونهنئ كذلك الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبطالنا البواسل المرابطين في الثغور والميادين، ونهني كذلك إخواننا وأهلنا وأقاربنا، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية الإسلامية بالخير والنصر والتمكين إن شاء الله. أهني إخواني المرابطين الأبطال في مواقع العزة والكرامة، وأهني إخواني الجرحى، وأهني تجمع نغني الإصلاح الأستاذ عبد الحافظ، وهنا الشغل اليمني كاخا، وشغال الجرحى، والرحمة والخلود الشهداء. نهنى الجيش الوطني المرابطين في الثغور وأخواننا الجرحى، ونهنى الشعب اليمني كافة، ونهنى حزب التجمع اليمني للإصلاح على رأسهم الأستاذ عبد الحافظ الفقيه. نظمت هيئة الإسناد الشعبية بمحافظة ريمة حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في مطار حريمة بمحافظة مأرب،
وفي الحفل ألقى محافظ ريما رئيس هيئة الإسناد الشعبية بالمحافظة اللواء محمد علي صالح الحوري كلمة أكد فيها على ضرورة استمرار الدعم والإسناد للجيش الوطني في كافة جبهات القتال ضد قوى البغي والتمرد حتى تحقيق النصر الشامل. كما أشاد المحافظ الحوري بحكمة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي وحرصه على حقن دماء اليمنيين وتوحيد الجهود صوب معركة الشعب المصيرية حتى إنهاء الانقلاب المدعوم من إيران، وذلك من خلال الموافقة على اتفاق الرياض بصيغته المعدلة وتسريع تنفيذه. تخلل الحفل عددا من الزوامر الحماسية والرقصات الشعبية والقصائد الشعرية الرافضة للحكم الإمامي والتمييز العنصري والمعبرة عن معنويات عالية وإرادة قوية لهزيمة المتمردين. كما رفع الحاضرون العلم الوطني وصور فخامة الرئيس هادي وهتفوا لليمن الاتحادي الجديد. تفقد وكيل محافظة ذمار فضل الحرب ومعه مدير عام مديرية ميفعة عنس وأمين عام مجلس المقاومة بالمحافظة محمد المرابي أبطال الجيش الوطني المرابطين في عدد من المواقع العسكرية الأمامية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. وخلال الزيارة العيدية اطلع الحربي على أحوال المرابطين في تلك المواقع وتبادل معهم التهاني وقدم لهم الهدايا العيدية الرمزية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. واستمع الوكيل الحربي من عمليات اللواء 203 ميكا العقيد غالب الحيمي وأركان حرب كتائب ذمار العقيد أمير الهجري إلى شرح موجز عن أحوال سير المعركة ومعنويات الأبطال وجاهزيته القتالية العالية لاستكمال عملية التحرير. نفذت قيادة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة زيارات عيدية لمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر ولعدد من المسؤولين والشخصيات بالمحافظة لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والتقت قيادة إصلاح المهرة والتي يتقدمها رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالمهرة الأستاذ مختار محمد الجعفري محافظ المهرة وعضو مجلس الشورى وعدد من المسؤولين والشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. وخلال الزيارات رفعت قيادة إصلاح المهرة أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلة لها أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية في تقدم وازدهار ورفعة والمهرة واليمن وطنا آمنا مستقرا. وثمنت قيادة إصلاح المهرة الجهود الخيرة التي تبذلها السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر وكافة المكونات والشيوخ والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي وإبعادها عن شبح الصراعات والفوضى. وأكدت أن إصلاح المهرة سيظل دائما منحازا لمصلحة المحافظة وأمنها واستقرارها وكل ما من شأنه حصولها على حقوقها بما يتناسب مع حجمها ومكانتها وأهميتها. ودعت جميع المكونات وأبناء المهرة والساكنين فيها إلى توحيد الصفوف والكلمة والعمل معا لمصلحة المحافظة والنأي بها عن الصراعات والفوضى. رافق رئيس المكتب التنفيذي عددا من رؤساء دوائر الإصلاح بالمكتب وقيادات فروع الإصلاح بالمحافظة. شهدت محافظة مأرب أمطارا غزيرة وأجواء غائمة وهو ما مثل سعادة إضافية لفرحة العيد في المدينة التي تعيش هذه الأجواء الفرائحية رغم استمرار الحرب والقصف الحوثي عليها. العيد والمطر فرحتان لساكني مأرب هذه الأيام، فبالإضافة إلى الأمن والاستقرار والسكينة التي تنعم بها تمتعت مأرب بأجواء ماطرة وأسرة قل أن تجد مثلها في هذه المحافظة الصحراوية اللافحة. أجواء غائمة ندية وممطرة أضفت على روح المدينة وساكنيها بهجة وسعادة مضاعفة تلمحها في ابتسامات الأطفال اللافتة ورائحة الفل الفواحة ووجه المدينة النظيف. أولا عيد مبارك لكل مشاهدي قناة سهيل وطاقم سهيل الذي يشارك فرحة الناس اليوم في هذه الابتهاجات الفرائحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نحن نلاحظ أخي العزيز هنا في هذه المحافظة التي تكتظ بملايين النازحين وهذه الفرحة وخاصة مع هذه الأجواء أجواء فرائحية بالأمطار. العيد تمام إن شاء الله وكل شيء قال تمام والوضع سليم إن شاء الله، وأهدي سلامي وتحياتي لأهلي وأصحابي وجميع أصدقائي إن شاء الله. عيد حالي. يتدفق الأطفال بكامل أناقتهم برفقة أهاليهم منذ الصباح إلى هذا المتنفس الوحيد في المدينة المكتظة بالساكنين
بحثا عن التسلية والمتعة وفرحة العيد، إلا أنها تبقى محصورة ومحدودة بسور هذه الحديقة الصغير. ويتمنى هؤلاء من المستثمرين افتتاح المزيد من المتنفسات والمتنزهات والحدائق ليجد الأطفال متسعا لأحلامهم وبهجتهم. ندعو المستثمرين ورجلاء وأصحاب المال والأعمال يعني للمزيد في مجال الحدائق كونها شحيحة في مأرب، ونرجو من السلطة المحلية أن تسهل للمستثمرين يعني بفتح حدائق وتسهل لهم الإجراءات المتبعة. مياه سد مأرب تسقي المزارع وتفرح الأسر الساكنة في المحافظة، حيث تقضي كثيرا من يقضي كثيرا من المواطنين إجازة العيد على ضفاف مياه السد المتدفقة والتي شهدت ارتفاعا كبيرا جراء الأمطار المتواصلة. هكذا تحول الضفاف مجرى سد مأرب إلى متنزهات لساكني المحافظة وقبلة للزوار لقضاء إجازة العيد. وعلى المجرى توجد أماكن للسباحة حيث يقضي الأطفال هنا أوقاتا ممتعة مع ذويهم. نحن في هذه الأجواء البهيجة، الأجواء الخضراء مع تدفق الأمطار والسيول من سد مأرب العظيم، الناس يعيشون فرحتهم. لكن عدم الالتزام بالتعليمات التي تحذر من السباحة في الأماكن الخطرة قد يحول فرحة العيد إلى حزن، الأمر الذي يستدعي من المواطنين الحذر والابتعاد عن الخطر. أنصح الناس لا يعني يقدموا لهنا لأنهم الخطر كثير هنا، حتى أنا أقولهم لا يعني يهجموا، وإنه عيد ما دمه عيد هكذا هم يجودوا بالفرح وينزلوا ويعملوا لهم حقهم. المكان خطر هنا ولا هنا، يسحبهم من هناك لهنا ويذرهمهم ويخلي رجلهم طالع ورأسهم من منزل ويذرهمهم لما يموتوا. ما يميز قنوات السد أنها تمتد لمسافات طويلة وتتوزع في بطون الأودية حتى تصل إلى وادي عبيدة وتتحول إلى حدائق تسر الزائرين. والحمد لله أمطار خير وبركة إن شاء الله، وانتم تشاهدوا الآن الزوار من كل مكان من مأرب يجون المتنزهات انقلبت إلى حدائق عامة نحمد الله. ومع التدفق الكبير للمياه ترتوي أرض الجنتين وتسقى مزارعها الواسعة ويجني المزارعون خيراتها الوفيرة. تتحول قنوات السد مأرب إلى متنزهات للأسر الساكنة في محافظة مأرب والقادمة إليها خصوصا أيام الإجازات والأعياد. خليل المليكي، سهيل، مأرب. تزامن عيد الأضحى المبارك هذا العام مع قدوم الأمطار الغزيرة والخضرة والزراعة في ريف تعز، ما جعل الريف حديقة مفتوحة للزائرين بعيدا عن صخب المدينة وضجيجها. سنشد الرحال قاصدين عبق الجمال، تاركين الضوضاء والصخب، لنشتم النسيم العليل ولنفرد جناحينا في الهواء الطلق، والجمال المترامي الأطراف والخضرة اللامحدودة في أعتاب ريف تعز لمصاحبة حمام الصباح ونشاط أبناء الريف الطيبين العائشين في كنف وادي الطباب الجميل الأخاذ. باردة متلألئة كالثلج نقاء وصفاء لتغسل هموم الأيام وأدران الزمن بانسياب جميل نحو الشعاب والوديان، لتحول المكان إلى لوحة لا حدود لها ولا نهاية لجمال رباني يصعب وصفه، إلا أنه إبداع الخالق ومعجزته، ليأتي الزائر إليه ليأخذ فكرة دنيوية عن الجنة.
الجمال الرباني ليس له حدود، فالمكان يكاد ينطق جمالا وروعة. ولن يندم من يزور الضباب والريف التعزي بالعيد السعيد. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. وزعت عدد من المؤسسات الخيرية في محافظة تعز لحوم الأضاحي في عدد من مديريات المحافظة، وتحاول هذه المؤسسات تخفيف معاناة أبناء تعز سيما مع استمرار الحصار والقصف الحوثي على المحافظة. يستفيد من هذه المشاريع عشرات الآلاف من الأسر المحتاجة والأسر المتضررة من الحرب، بالإضافة إلى أسر الشهداء والجرحى. نحن اليوم في مؤسسة معكم التنموي MDF نقوم بتدشين مشروع توزيع الأضاحي، والذي يأتي في إطار جهود المؤسسة لإدخال السرور على كثير من الأسر المتعففة والمحتاجة في هذه المدينة. نستهدف من خلال هذا المشروع ويستفيد من هذا المشروع ما يقارب 20,000 أسرة في ظل وضع ارتفاع لأسعار الأضاحي وارتفاع الأسعار. نساهم في التخفيف وفي إدخال السرور للمواطنين. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث بانسيابية عالية. قيادات الجيش تتفقد الأبطال في جبهات العزة والكرامة وتشيد بمعنوياتهم العالية. اليمنيون يقضون إجازة العيد بجوار سد مأرب وفي أرياف تعز الخضراء. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.